السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا النهاردة مع المحاضرة الرابعة من الـ Introduction، واللي هتكون إن شاء الله المحاضرة الأخيرة، واللي إن شاء الله هننزل عليها امتحان هيبقى في الـ Description بتاع الفيديو ده، تقدروا تخشوا تحلوه. بس كل هبقى مطلوب منكم إن أنتوا هتراجعوا المحاضرات القديمة أو الثلاث محاضرات القديمة والمحاضرة دي اللي هي المحاضرة الرابعة، وإن شاء الله هتحلوه في أسرع وقت ممكن. نبدأ المحاضرة اللي هيكون عنوانها النهاردة إن شاء الله Drug Metabolism. زي ما إحنا عارفين، إحنا خدنا المحاضرة الأولى عرفنا فيها الـ principles بتاعة الـ drug action، زي الـ drug بيبدأ يشتغل، وبعد كده خدنا في المحاضرة التانية الـ drug receptor interaction، وعرفنا ازاي الـ drugs بتشتغل مع الـ receptor، وايه هو الـ antagonist، والأشياء اللي خدناها في المحاضرة دي كلها. بعد كده تعرفنا في المحاضرة التالتة على الـ drug absorption, distribution, excretion، واللي كان بقى انه هو موضوع الميتابوليزم اللي هنتكلم عنه النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. نبدا اول حاجه بموضوع الميتابوليزم، عشان بس يبقى عندنا قاعده اساسيه كده في موضوع الميتابوليزم. الميتابوليزم بتاع الادويه في الجسم حاجتين اساسيين، يكون عندي ليفر شغال هيقدر يعمل ميتابوليزم للادويه، وتكون عندي كمان الكدني شغاله هتقدر تطلع الادويه من الجسم وتعمل لها اكسكريشن. طيب يبقى انا ده اول مفهوم عندي انا عايز اعرفه. تاني مفهوم، وده اللي هو يعتبر الميكانيزم او البرنسبل بتاعت اي ميتابوليزم لاي دراج، انا بحاول احول لدراجز من ان هي تبقى لايبوفيليك فتقدر تدوب في الجسم وتقدر تعدي الاغشيه بتاعت الجسم المختلفه والخلايا المختلفه، احولها لحاجات هيدروفيليك هقدر اطلعها بره الجسم بسهوله. طيب انا بعمل كده عن طريق ايه؟ انا ببقى عندي الليفر هو المين اورجان اللي بيحصل فيه الميتابوليزم. طيب بيتكون عندي حاجه اسمها اتنين فيزز. الفيز الاولى، ودي بتعتمد على ان انا بحول لدراج يكون مور هيدروفيليك عن طريق ان انا بعمل انترودكشن لمجموعات مختلفه، زي مثلا الهيدروكسايل، اضيف مجموعه الاو اتش، اضيف مجموعه الاس اتش. المهم ان انا بحول لدراج اخليه مور هيدروفيليك. طيب الفيز الثانيه بقى، الفيز الثانية دي انا خلاص طلع لي الدراج من الفيز الاولى فانا لقيته هيدروفيليك، فقشطه هيقدر ينزل عن طريق الكدني والكلام ده كله ويقدر يطلع من الجسم. طيب لقيته لا، هو لسه فيه شويه لايبوفيليك او الجسم مش قادر يتعامل معاه، فبيدخله في المرحله الثانيه اللي هي برده بتحاول تخليه مور هيدروفيليك. تمام، فهو هنا بيتكلم معايا ان الفيز 1 رياكشن ان بيكون عندي الدراج لايبوفيليك دراج، بيبدا يدخل الرياكشن هنا او بيدخل الفيز 1 رياكشن يتحول لميتابولايت، والميتابولايت ده بيكون مور هيدروفيليك عشان يطلع بره الجسم. قال لك والله احنا عندنا اشهر عمليه ميتابولايت هي اللي بتحصل عن طريق استخدام حاجه اسمها سيتوكروم بي 450. طب هو بيعمل ايه سيتوكروم بي 450 ده؟ والله دي بتبقى مجموعه من الانزيمز اللي بتبقى موجوده داخل الليفر، واللي بتبدا تتعامل مع الدراجز وتعمل لها ميتابوليزم. طيب هي تعاملها مع الدراجز بيبقى عن طريق ان هي تعمل ايه في الدراجز؟ يبقى اول حاجه ان انا بتكلم عن السيتوكروم بي 450 اوكسيديشن. اوكسيديشن ده يعني يعمل ايه؟ يعني بكل بساطه ان انت تحط فيه اكسجين. حلو قوي. قال لك يبقى في المرحله دي مثلا بتنقسم لثلاث حاجات. قال لك اول حاجه لو عندي ادويه مثلا اروماتيك زي مثلا هنا مثلا مجموعه زي الفينول، هضيف عليها الاو اتش اخليها مور هيدروفيليك. فقال لك دي ادويه زي مين؟ يبقى انا بعمل حاجه اسمها اروماتيك هيدروكسيليشن، بضيف مجموعه الاو اتش للاروماتيك رينج زي مين؟ زي الفينوباربيتال والبروبانولول والفينايتوين والامفيتامين والوارف. طيب حلو قوي. هعمل اوكسيديشن ثانيه بس عن طريق ايه؟ انا هنا مش هعمل انترودكشن لاو اتش جروب، لا انا هعمل هنا دي الكالينيشن. يعني ايه؟ يعني انا كان عندي مجموعه الكالين محطوطه مثلا على امينو جروب، فانا بشيلها فبخلي الامينو جروب دي ظاهره، والامينو جروب زي ما احنا عارفين هتخلي الدراج برده مور هيدروفيليك. فيبقى زي هنا ان كان عندي ار ان اتش سي اتش 3، فانا شلت السي اتش 3 دي فاصبحت عندي امينو جروب، فعملت لي خليت لي الدراج اصلا هيدروفيليك زي مين؟ زي المورف. طيب في بقى حاجات تانية بتعتمد على اوكسيديشن، بس اوكسيديشن ما يتمش عن طريق السيتوكروم بي 450 واللي بيتكسر بيها ادويه زي الابنفرين والادرينالين.
والامينوز دي. طيب حلو قوي. بعد كده يبقى احنا عدينا في المرحله الاولى في الفيز 1 رياكشن اللي كنا بنعرف ان هي بتتم بالسيتوكروم بي 450 اوكسيديشن، واللي هي بتكون اهم مرحله عندي. في بقى مراحل ثانيه ممكن نعمل فيها ايه، ممكن اعمل فيها ريدكشن زي مين، زي ادويه زي الميثادون والنالوكزون. في ادويه ثانيه بيحصل لها هيدروليسز ده زي مين، زي البروكاين والليدوكاين والاسبرين، وعايزين نبقى نخلي بالنا من حته الهيدروليسز دي ان شاء الله هنحتاجها قدام واحنا بنشرح اللوكال اناستيزيا، عشان نعرف الدراجز اللي هي اللوكال اناستيتيك بيحصل لهم ميتابوليزم ازاي. طيب حلو قوي، يبقى انا دخل عندي الدراج، دخل على الفيز الاولى، مر على مرحله الاوكسيديشن او الريدكشن او الهيدروليسز، اتحول لمور هيدروفيليك دراج، يبدا ان هو يطلع عن طريق الكدني. طيب الكدني قالت لي لا انا مش قادر اتعامل مع الدراج، وهو مش لسه هيدروفيلك بما فيه الكفايه عشان يحصل له اكسكريشن. هعمل ايه؟ هاخد الدراج وادخله في فيز 2 رياكشن. ايه الفيز 2 رياكشن؟ بتحصل برده في الليفر، بس هنا بيكون الليفر موجود فيه مجموعه من الاندوجينس رياكتنت. الاندوجينس رياكتنت دي بتروح تتفاعل مع الدراج او مع الميتابولايت بتاعه اللي جاي لي من الفيز 1 رياكشن، عن طريق ان هو يحصل له كونجوجيت، عن طريق ان هو يحصل له كونجوجيشن فيرتبط معاهم، ولما يرتبط مع الاندوجينس رياكتنت دي بيتحول لمور هيدروفيليك، وبالتالي نقدر نعمل له رينال اكسكريشن. مين هم الاندوجينس رياكتنت اللي موجودين عندي في الجسم، او مين هم اشهر اندوجينس رياكتنت عندنا؟ هم 6، في 3 منهم بيبداوا بحرف الجي، اللي هم جلوتاثيون والديوكيورينايد والجلايسين، وبعدين عندنا 3 تانيين بنقدر نرتبهم نقول عليهم سام ده اللي هو الصلفيت والايه الاسيتايل والاس والام اللي هو الميثايل. طيب يبقى انا دلوقتي الدراجز دخلت الجسم، تحولت لمور هيدروفيليك دراجز عن طريق الفيز 1 رياكشن، ما قدرتش عليها في الفيز 1 رياكشن، خلاص ادخلها فيز 2 رياكشن، ترتبط مع الاندوجينس رياكتنت، تطلع عن طريق الكدني. طيب هو في حاجات بتاثر على العمليه اللي حصلت لي دي؟ قال لك اه، في مجموعه من الدراجز تقدر تشتغل كانزايم انديوسر. يعني ايه انزايم انديوسر؟ يعني انت مش كنت بتقول لي ان انا عندي حاجه اسمها سيتوكروم بي 450 ديبندنت اوكسيديشن؟ اه، قال لك خلاص هو الدراج ده لما هيدخل الجسم هيبقى انديوسر، فيحفز ان الدراجز اللي كانت بتتكسر بالانزيمز دي تتكسر بطريقه اسرع، وبالتالي يبقى ليها شورت هاف لايف في الجسم، وبالتالي الافكت بتاعها يروح بسرعه. طيب ايه تاني؟ قال لك والله في دراجز تبقى انهبيتور، بتخش تعمل انهبيشن للانزيمز دي وترتبط بالانزيمز، وبالتالي زي ما احنا لسه قايلين لما تعمل انهبيشن للانزيم فالدراج هيفضل قاعد في الجسم فتره طويله، فالتي هاف بتاعته تبقى لفتره اطول، وبالتالي ممكن يسبب لي توكسيسيتي. يبقى احنا زي ما احنا شايفين هنا قال لك ان الدراجز اللي هتبقى انزيم انديوسر زي الباربيتيوريتس هتعمل انكريز للميتابوليزم اوف اذر دراجز زي الوارفرين والاورال كونتراسبتيف، وفي ادويه ثانيه بتبقى انهبيتورز للانزيمز زي السايميتيدين والايثانول، وبالتالي دولت هيزودوا لي الدراج في الجسم عن طريق ان هم هيقللوا الميتابوليزم بتاعه زي مين؟ زي الوارفرين. طيب حلو قوي. طبعا احنا فاكرين من المحاضره اللي فاتت قصه الفيرست باس ميتابوليزم، ان كل الادويه اللي هتتاخد اورالي بتبدا تعدي على السيركيوليشن، بتبقى عشان تعدي على السيركيوليشن لازم تعدي الاول على الليفر. في ادويه ما بتستحملش ان هي تعدي على الليفر، وبالتالي بتتكسر بسرعه زي مين؟ زي اشهر ادويه كانت بتتاخد تحت اللسان او في البابل كافيتي زي الجليسرايل تراي نيتريت، وكمان ضفنا النهارده مثال الليدوكاين اللي ما يقدرش اصلا يتاخد اورالي ولا تتاخد منه اي حاجه اورالي. ليه؟ لان هو لو نزل هيحصل له تكسير عنيف عن طريق الليفر. طيب كويس، هل بقى احنا عايزين نسال سؤال وعايزين برضو نشوف الاجابه بتاعته، هو هل كل الادويه اللي هتتاخد والمفروض السيتوكروم بي 450 بيشتغل عليه، هل هي كل الادويه دي لما تتكسر هتتحول لادويه ثانيه خلاص ان اكتف ويحصل لها اكسكريشن من الكدني؟ قال لك لا، قال لك في ادويه لما بتتاخد
تبقى مسمينها برو دراجز. يعني ايه برو دراجز؟ يعني هي لما هتتاخد لازم يحصل لها ميتابوليزم وتتكسر في الليفر عشان تبدا تديني الافكت بتاعها. زي مين؟ زي الليفودوبا اللي بنستخدمه في علاج الباركنسونيزم عشان يتحول للدوبامين لازم يحصل له ميتابوليزم عشان يبقى ليه افكت، وكذلك الميثايل دوبا عشان يتحول للالفا ميثايل نور ابنفرين واللي بنستخدمه في حاله الهايبرتنشن وبيكون بيكون امن انتي هايبرتنسيف ميديكيشن يتاخد للبريجننت بيشنت، برضو لازم بنكون مسمينه برو دراج واللي لازم يحصل له ميتابوليزم عشان يعمل الافكت بتاعه. كذلك الدايزيبام واللي هو اوريدي بيشتغل لوحده لو احنا اديناه لوحده او ما حصلوش ميتابوليزم، ولكن لو حصل له ميتابوليزم فبيبقى مور اند مور بوتنت عشان بيطلع لي الميتابولايت بتاعه اللي بيكون اسمه النور دايزيبام والاوكزازيبام. طيب يبقى احنا كده فهمنا بشكل عام القصة بتاعت ان الميتابوليزم هيحصل ازاي. هيحصل في الليفر عن طريق الفيز 1 رياكشن او الفيز 2 رياكشن، وبعد كده يحصل اكسكريشن في الكد. طيب تعالوا بقى نفصل الكلام اللي احنا قلناه ده شويه تفاصيل زياده. قال لك ان في مجموعه من الدراجز بتكون اصلا وهي داخله الجسم بتكون بولر قوي لدرجه ان هي وانس ان هي دخلت هتعمل الافكت بتاعها وتطلع على طول. زي مين؟ زي الجلامين. الجلامين ده نيورو ماسكولر بلوكينج ايجنت، بيخش على طول يشتغل هوب هوب يروح طالع من الجسم على طول، وبالتالي انا مش هبقى محتاج ان انا يحصل له ميتابوليزم والكلام ده كله. طيب حلو قوي. قال لك بس الجلامين ده بيبقى يعني قليل قوي الادويه اللي انت تلاقيها شبهه واللي بتبقى هاي بولر. ليه؟ لان اغلب الادويه بتكون لايبوفيليك وبالتالي لازم تخش في الدوامه بتاعت الميتابوليزم اللي احنا لسه قايلين عليه. قال لك طيب مين المسؤول الاول عن الميتابوليزم؟ هو الليفر. قال لك بس في حاجات تانية هتبقى مسؤولة عن الميتابوليزم غير الليفر. قال لك اه. قال لك في بعض الأدوية الجاسترو انتستينال تراكت بتكون مسؤولة عن الميتابوليزم، وكذلك اللنج بتكون مسؤولة عن الميتابوليزم. طيب قال لك ان اغلب الأدوية اللي بتتاخد اورالي لازم تعدي على الاول على البورتال سيركيوليشن، عشان كده عشان لازم تعدي على البورتال سيركيوليشن اللي هي بتاعت الليفر عشان تبدا تعدي للدم عشان تعمل الافكت بتاعها، وبالتالي ان الليفر هيبدا يشتغل عليها ويبدا يكسرها. زي مين؟ زي الليدوكاين والمورفين والبروبانولول والادويه دي لما بتعدي بيحصل لها تكسير عنيف عند اللي بنسميه الفيرست باس ميتابوليزم. طب الفيرست باس ميتابوليزم ده مقتصر على الليفر؟ قال لك لا والله، هو يعتبر مصطلح 99% ينطبق على الليفر، لكن في بعض القواعد الشاذة كده. قال لك ان بيبقى في دواء زي الكلوروبرومازين اللي بيستخدم انتي هيباتيك عن طريق ان هو بيروح يقفل الدوبامين ريسبتور اللي بتبقى موجوده في البرين، وبالتالي يمنع البيشنت ان هو يحصل له انيسيس. قال لك الدواء ده برضو ميتابولايزد انتنسيفلي في الجاسترو انتستاينال تراكت. طيب عايزين نعرف هو يعني ايه فيز 1 رياكشن اللي احنا لسه اتكلمنا عليه، اللي احنا اتكلمنا عليه بكل صوره. قلنا ان هو فيه اوكسيديشن ريدكشن هيدروليسيز، وان اشهر واحد فيه هو الاوكسيديشن عن طريق السيتوكروم بي 450 الاكسجين مونو اوكسجينيز سيستم. طيب احنا عايزين نعرف يعني ايه السيتوكروم بي 450 بشكل عام. السيتوكروم بي 450 ده عباره عن مجموعه من الانزيمز واللي بتتكون من امينو اسيد زي ما احنا عارفين، بتاخد شكل ستيريو كيمستري كده معين، فبيدينا اكتر من 70 سيتوكروم بي 450 جينوتايب، يعني بيدينا انواع مختلفه من السيتوكروم بي 450. مين اشهرهم؟ هو السيتوكروم بي 3A4 واللي بيكون مسؤول عن تكسير 50% من الدراجز. بتحصل ازاي عمليه الاوكسيديشن او اللي بيعملها السيتوكروم بي 450؟ هي سيمبلي كده ان انا بعمل انترودكشن ل اكتف جروب زي الاو اتش جروب، وبالتالي هخلي الدراج مور هيدروفيلي. الفيز 2 رياكشن زي ما احنا لسه قايلين بيبقى عندنا مجموعه من الرياكتان زي ما احنا قلنا 6 رياكتان اللي هم الجلوتاثيون والجلوكويرونايد والجلايسين والسام اللي هم السلفيت والاسيتايل والميثايل، ودولت بيروحوا يرتبطوا مع الدراجز او يحصل لهم كونجوجيشن مع الدراجز، وبالتالي هيبقوا مور هيدروفيليك وبالتالي يطلعوا يحصل لهم اكسكريشن من الجسم بسرعه.
احنا عايزين نعرف دلوقتي بقى ايه هي الفاكتورز اللي هتاثر على الدراج ميتابوليزم. قال لك اول حاجه عندي الانزيم اندكشنز والانزيم انهبيشن والجينيتك بوليمورفيزم والايج. اول حاجه الانزيم اندكشن، قال لك ان عندك مجموعه من الدراجز زي الفينايتوين والكاربامازيبين والريفامبسين، دول بيروحوا ياثروا على الهيباتيك انزيم زي 2C9 و2C19 والسيتوكروم B3A4، وبالتالي هيخلوا لي الدراجز اللي كانت بتتكسر بالانزيمز دي تتكسر بسرعه. قال لك الافكت بيحصل ازاي؟ قال لك والله هو ممكن يحصل عن طريق ان هم بيدخلوا النيوكليس ويغيروا الدي ان اي، ويغيروا الدي ان اي بتاع الانزيمز دي ويعملوا له اندكشن. قال لك بس مش كل الحاجات دي ممكن تحصل عن طريق ان هي تدخل مايكروزومال وتبدا تغير وتعمل اندكشن للدي ان اي، لان قال لك ان الهيباتيك الكحول دي هيدروجينيز بيحصل في السيتوبلازم عادي. بعد كده عندك الانزيم انهبيشن، قال لك في مجموعه من الدراجز بتعمل انهبيشن للانزيم، وبالتالي هتزود الفتره بتاعت الدراجز اللي كانت بتبقى زي سبستريت للانزيمز دي. قال لك زي مين؟ قال لك زي السايميتيدين، واللي دوره هيقلل الميتابوليزم بتاع الفينايتوين والوارفرين والسايفيلين اللي تعتبر توكسيك دراجز، واللي لو زادت في الجسم هتسبب لي مشاكل خطيره. وكذلك الاريثرومايسين، الاريثرومايسين برضه هيعمل نفس الافكت بتاع السايميتيدين. وفي عندك بقى اكلات زي الجريف فروت، الجريف فروت ده برضه هيعمل انهبيشن للانزيمز، ولما يعمل انهبيشن للانزيم هيعمل لي زياده في كميه الادويه اللي انا مديها واللي كان الانزيم ده بيشتغل ان هو يكسرها، زي مين؟ زي الميدازولام والسيمفاستاتين. بعد كده عندك حاجه اسمها الجينيتك بوليمورفيزم. يعني ايه جينيتك بوليمورفيزم بالشكل العام؟ قال لك يعني البيشنت او الناس او الناس اللي احنا بنديهم الادويه بيكونوا مختلفين ما بينهم بسبب الجينات اللي عندهم هم. ليه مختلفين بسبب الجينات؟ لان هو ربنا خلقهم ان والله فلان الفلاني ما فيهوش مثلا جسمه ما يقدرش يصنع الانزيم الفلاني، وبالتالي مش هيقدر يكسر الدراجز ده، الدراجز اللي زي دي. فقال لك والله مثلا جينيتك بوليمورفيزم دي بتحصل، قال لك ايوه بتحصل. قال لك the study of how genetic determinants affect drug action is called pharmacogenetics. حلو قوي، يعني انا بشوف الجينز بتاثر ازاي على الادويه بتاعتي. The response to drug may vary significantly between individuals. For example, about 8% of population has faulty expression of cytochrome B2D6. واللي هو بيكون ايزوفورم من السيتوكروم B450، واللي بيكون ريسبونسبل فور الهيدروكسيليشن بتاع الدبريزوكين. الدبريزوكين ده نوع من انواع الانتي هايبرتنسيف ميديكيشن، وبالتالي لما هو يعمل كده هيزود الافكت بتاعه هو وكل الادويه اللي بتبقى شبهه زي البروبانولول والميتا والميتوبرولول. ليه؟ قال لك والله هو هيزيد الافكت بتاعهم عشان الجسم ما كانش فيه 2C9 سيتوكروم بي 2D6 الكافي اللي يقدر يكسر الدراجز دي. طيب عندك كمان بقى في الجينيتك بوليمورفيزم برضه، قال لك الدراج اسيتايليتنج انزيم. باختصار كده يعني ايه اسيتايليتنج انزيم؟ قال لك والله دي مجموعه من الانزيمز اللي بتعمل اسيتايليشن للدراجز. وقال لك احنا مقسومين في العالم كلنا 50% 50% 50% بيكون فاست اسيتايليتور، 50% مننا بيكون سلو اسيتايليتور. مين اشهر دراجز بيحصل له اسيتايليشن؟ هو الايزونيازيد اللي هو انتي تيوبركلوزس دراج، وبالتالي هتلاقي مجموعه من الناس اول ما تديها الدراج يبدا الكميه تقل بسرعه. ليه؟ لانهم فاست اسيتايليتور. مجموعه ثانيه من الناس اول ما تديهم الدراج تلاقي الدراج فضل قاعد في جسمهم فتره طويله، وبالتالي هيعمل لهم الادفيرس افكت. كمان الجينيتك بوليمورفيزم اللي ممكن نلاقيها في الناس حته البلازما سودو كولين ستريت. قال لك ان دي كونديشن رير بتحصل واحد لكل 200 لكل 2500 بني ادم. قال لك ايه اللي بيحصل فيها سيمبلي كده؟ قال لك والله انا لما باجي ادي دواء مثلا زي الساكسامثونيوم، واللي ده بيكون النيورو ماسكر بروكنج ايجنت، ببقى مديه عشان العمليات عشان اريح المسلز وما يحصلش فيها انجري بشكل كبير وانا بفتح. فقال لك والله هو كل اللي بيقعدوا بيقعد حوالي 6 دقائق. البيشنت بقى اللي بيكون عندهم البلازما سودو كولينيك تريز عندهم فيها ديفيشنسي في الانزيم ده، فما بيقدرش يكسر الساكسامثونيوم ده، وبالتالي بدل ما كان الانزيم ده هياخد 6 دقائق عشان يحصل له ميتابوليزم، والله هيقعد في الجسم فوق الساعتين. قال لك العمر كمان بيأثر على
الميتابوليزم بتاعت الدراجز. قال لك هيأثر ازاي؟ قال لك والله احنا بنهتم دايما بالاكستريمز، الاطفال الصغيره بيكون عندهم عدم نضوج في الليفر والكدني في خلال الفترات الاولى من حياتهم لحد ما يعدوا حوالي 4 اسابيع او الشهور الاولى في حياتهم، بعد كده بيحصل لهم نضوج كامل. وكذلك الناس الكبار في السن واللي بيكون عندهم الجلوميرولر فلتريشن ريت بتاعهم بيبدا يقل بدرجه كبيره، اللي هو ممكن مثلا بعد ال 65 سنه تلاقي البيشنت الجلوميرولر فلتريشن ريت بتاعه قل بنسبه 30%، وبالتالي كل الدراجز اللي كان بيحصل لها كليرنس عن طريق الكدني لازم ابقى مخلي بالي منها. بعد كده هنتكلم عن الميتابوليزم والدراج توكسيستي، واللي بيكون سيمبل كده هندي فيه بس هو اكزامبل واحد سيمبل بسيط خالص، هو الباراسيتامول. الباراسيتامول بيتاخد عشان يخفض الحراره بتاعت الجسم وعشان يعمل لي الافكت بتاعه كان الجسم. بيتكسر فين؟ بيتكسر عن طريق الليفر. طيب هو ده بيحصل له ايه؟ بيتكسر عن طريق الليفر عن طريق ان هو اول حاجه بيروح يحصل له تكسير، وبعد كده بيرتبط بيحصل له كونجيجيشن بجلوكيورونيك اسيد. طيب لما بدي جرعات كبيره بيبدا هو يحصل له اول حاجه كونجوجيشن مع جلوكيورونيك اسيد، بعد كده ما لقاش هيروح يرتبط ب سلفيت جروب هيحصل له سلفيشن، ما لقاش وبدا يعدي هيبدا يعدي المرحله دي كلها هيبدا يروح يرتبط بالجلوتاثيون لحد ما الجلوتاثيون يحصل له ديبليشن فيطلع لي النبكي. النبكي ده اللي هو الميتابولايت بتاعه يبدا يعمل لي ليفر امبيرمنت ويعمل لي الهيباتيك توكسيستي. عشان بس نبقى فاكرين ان الماكسيمم دوز من الباراسيتامول بتبقى 4 جرام في اليوم، وممكن والتوكسيك دوز بتاعته بتبقى 12 جرام، واي دوز ما بينهم ممكن تعمل لي الهيباتيك توكسيستي لو عدت. الريفرنس بتاعنا زي ما احنا عارفين هو الميديكال فارماكولوجي اتا جلانس.